في المغرب توقفتي. اخر مهم بزاف هو مؤخرا راي الاتحاد الدولي للشطرنج وقف التعامل مع بناء الخروقات اللي تسجلات من خلال اللجنه الدستوريه للاتحاد الدولي، خروقات على ديال القوانين الوطنيه والدوليه. فالاتحاد الدولي سميتو وقف المعامله مع الرئيس المتهيئ ولايته ومع المكتب المديري، وراه تعين لنا سميتو البارحه تعين المندوب اللي غادي يتكلف بالمصالح ديال الشطرنج الوطني. ريتما يتعلن على الجمع العام انتخابي قانوني ويجي مكتب مديري اللي يقدر يسير هاد سميتو. دونك حنا دابا في واحد المشكل كبير، الاتحاد الدولي وقف التعامل مع هاد الرئيس المتهيئ ولايته، وقف التعامل مع المكتب المديري، والوزاره حنا كنسالوا الوزاره علاش متثبته باش كتساهم في هاد المهزله. ربما بعدا اصوات على منحتنا الفرصه هذه. لمطي محمد استاذ جامعي سابقا، نائب الاول لرئيس الجامعه سابقا، احنا الان واقفين هنايا لانه كاين جمع عام غادي يعني دعا اليه رئيس انتهت الولايه ديالو في 22 مارس 2019، هذه منذ اكثر من سنتين، والوصل الايداع ديالو لم يتجدد لانه لم يصرح امام السلطات. فاذا بالنسبه لنا هذا كافي ان الجمع غير قانوني. من جهه اخرى كاين مفوض قضائي عنده امر من المحكمه بحضور الجمع العام، فاذا به هاد الناس هادو كيرفضوا باش المفوض القضائي اللي عنده موافقه وباسم صاحب الجلاله كتخرج الدعاوى القضائيه، فاذا به الان كنتفاجئوا انهم تحت هو ما خلاوش يدخل. فاذا هنا كاين واحد الممارسه ديال العنف والممارسه ديال خرق القانون من جميع الجوانب. هاد السيد هذا راه هذا هو الجمع السابع اللي باغي يعقده، ولكن دائما في ظروف غير قانونيه، والان باغي يدخلنا في واحد المستنقع ديال المتابعات القضائيه اللي حنا ما في غنى عنها. فاذا حنايا هذا الجمع هذا غير قانوني، والان كاين واحد المجموعه ديال الانديه راه جات من جميع انحاء المغرب، من مكناس، من سطات، من مراكش، من جميع انحاء المغرب من الجنوب الى الشمال، وكتحتج والان كاينه يعني منع ديال الدخول ديال واحد المجموعه ديال الانديه. ولهذا حنايا بطبيعه الحال حنا كنحترموا القانون، ولكن هاد الناس هادو راه ما كيحترموش القانون، هادو كيمارسوا الان جميع الضغوطات، كيمارسوا المسائل بطريقه غير قانونيه. الان الجمع العام يعني دعا له السيد اللي هو الولايه ديالو انتهت ومازال ما صرحش امام السلطه، فاذا هو كيدير هذا الجمع بطريقه غير قانونيه. 2016 مدى الجمع ديال 5 سنين والمسائل بسبب هذا. الان اللي جديد انه الاتحاد الدولي عين مندوب مؤقت اللي هو اللي غادي يتكلف بمسائل ديال الجامعه فيما يخص الحكام وفيما يخص المدربين وفيما يخص اللاعبين. وهذا السيد هذا ملي عينوا الاتحاد الدولي اللي هو اعلى سلطه فيما يخص الشطرنج، الان كيعتبروه بانه مس بالسياده ديال المغرب، مع انه هذوك الناس القرار ديالهم كيقول لك هذا ما عندوش حق التصويت في بلاصه المغرب، في محل المغرب ما غاديش يصوت في بلاصه المغرب. فاذا هذا السيد هذا غادي يرعى المصالح الجاريه ديال اللاعبين وديال المدربين وديال الحكام وديال المنظمين. الحضر الجمع العام باش تحضروا، من عندكم باش تحضروا الجمع العام؟ واحد المجموعه ديال الانديه الان بغات تدخل ما خلاهمش يدخلوا، وعاد كاينه القضيه ممنوعين، وعاد اللائحه كاين فيها تلاعب، اللائحه براسها ديال اللي دار هو الناس اللي غادي تدخل واللي ما تدخلش. انتم يعني الانديه ممنوعين من حضور الجمع العام، وحتى اللائحه اللي دار هو شكون اللي غيدخل وشكون اللي ما غيدخلش كاين فيها تلاعب. هي لائحه غير قانونيه، كنعتبروها لائحه غير قانونيه، ملي كتقارنها مع اللوائح اللي سابقه كتلقى انه تلاعب. هو براسو ما عندوش وصل الايداع، كيقول الناس عطيو وصل الايداع، فينا وصل الايداع ديالو؟ هو وصل الايداع ما عندوش، وصل الايداع محيان. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب،
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.